الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخي وعزيزي وحبيبي عبد الرحيم، الله أكبر. بترديدك هذه الحقيقة الساطعة وهذه الشهادة المؤمنة المخلصة كنت تستهل دائما تأبين إخواننا الأعزاء الذين سبقوك إلى جوار ربهم تأكيدا لهويتنا الإسلامية وتقبلا لقدره تعالى. فكما كنت تتجلد أمام كل مصاب وتحبس دمعك أمام اختفاء خيرة إخواننا جاعلا من ألمك وحزنك مصدر قوة وتصميم جديد، فإنك تنتظر منا اليوم أن نواجه هذه الفاجعة الكبرى بصبر فوق طاقتنا، وأن نستلهم من هذه المحنة الكبرى إرادة مضاعفة لإنجاز ما سطرته لنا من أهداف سامية ومطالب مشروعة. لكن يا أخي عبد الرحيم، رغم تواضعك وشهامتك لا بد أن تعلم أن رحيلك عنا ليس فقط خسارة لا تعوض بالنسبة لحزبنا، ولكن المعارضة الوطنية بكل فصائلها ومخاطبينا في مؤسسات الدولة وجماهير المواطنين الشرفاء كلهم يشاطروننا هذا الإحساس الأليم. الله أكبر. فدون أن أسرد القائمة الغير المحدودة لنضالاتك ومنجزاتك وتضحياتك، فقد كنت بحق ركنا رئيسيا في مجتمعنا ومنبعا للرأي والتوجيه في حياتنا السياسية وملاذا لحل مشاكلنا وأزماتنا ومنارا لإشعاع بلادنا قوميا ودوليا. فكما تاريخ المغرب المعاصر سبق له أن سجل فترتين متميزيتين في ميدان التسيير الاقتصادي والاجتماعي، مغرب ما قبل 1960 ومغرب ما بعد 1960، فلا شك أن الأجيال القادمة ستلمس الفرق بين ما قبل 8 يناير 1991 وما بعده. إذا كانت بلادنا طيلة 30 سنة المنصرمة رغم ما عرفته من مشاكل مزمنة وأزمات حادة لم تعصف بها كوارث قاتلة، فالفضل يرجع إلى حد كبير إلى رصانة عبد الرحيم بوعبيد وتبصره واتزانه ورصيده المعنوي لدى إخوانه ولدى المواطنين كافة. أخي عبد الرحيم، من سلوكاتك التي كنا نهابها ونقدرها في اجتماعاتنا معك أنك كنت لا تحب الإطالة ولا ترديد المسلمات، لذلك لن أحاول التذكير
بمراحل التزامك في معركة التحرير والوحدة، ولا بمساهمتك في بناء مؤسسات دولتنا المستقلة، ولا بدورك في اعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية لصالح أوسع الجماهير. سأكتفي بالتشديد فقط على أن عطاءك كان يتميز في جميع هذه المدادن بالواقعية والفعالية والعقلانية والمردودية الإيجابية، بعيدا عن الخطابة والمجاملة واللامسؤولية. أما إنجازك الكبير والفريد من نوعه في العالم العربي والعالم الثالث، هو أنك رغم كل الصعاب الموضوعية والمحن الكثيرة وانعدام الوسائل المناسبة، تمكنت بالتعاون مع إخوانك الأوفياء من تكوين حزب تقدمي مؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مستند إلى مركزية نقابية عتيدة معبرة بحق عن الحاجيات المشروعة للطبقة العاملة، حزب أغلبيته من الشباب الطموح إلى التغيير. إن سر نجاحك في ترسيخ حزب الصامدين في هذه البلاد هو أخلاقك العصامية، تجردك المثالي، إيمانك العميق بالقيم الديمقراطية والإنسانية، قدرتك على المقاومة والصمود، ورصيدك ومصداقيتك في الوطن وخارج الوطن. وإذا كنت اليوم ستفارقنا دون أن تجني ثمار جهادك الأكبر وتشاهد مع أبنائك البررة تحقيق الديمقراطية الحق على أرض وطن أهبته كل شيء، فإنك فارقتنا وأنت واثق من أن ساعة قيام الديمقراطية آتية لا ريب فيها، لأنك حضرت لها شروط التحقيق طيلة 30 سنة المنصرمة، وذلك بتنمية الوعي الديمقراطي داخل الحزب ولدى عامة المواطنين، كما أنك حرصت دائما على أن يستثمر المناضلون والمواطنون ما سمحت به 17 سنة من الهامش الديمقراطي على علاته لتعميق وعيهم الديمقراطي ولتدريبهم على ممارسة الوظيفة الديمقراطية ولو داخل مؤسسات غير سليمة. فلم تخفي في أي وقت من الأوقات أن طريق الديمقراطية طويل وعسير، وأنه يتطلب تنمية روح المواطنة. واليوم وقد وصلت موجة الدمقراطة العارمة إلى شواطئ أقطار المغرب العربي، يجد الشعب المغربي نفسه قادرا على استيعابها وجاهزا لممارستها ممارسة صحيحة ونموذجية قد يكون لها أبلغ الأثر على جيراننا وأشقائنا. تلك هي النتيجة الكبرى والتاريخية
التي أفرزتها مدرسة عبد الرحيم بوعبيد، مدرسة الصمود الشجاع للدفاع عن القيم، مدرسة تكوين المواطن الصالح المتفاني في خدمة الصالح العام من خلال مؤسسات دستورية حقيقية وسليمة. قسما يا أخي عبد الرحيم، إننا لجهادك لمواصلون، وبما ضحيت من أجله لمتشبثون، ولتراثك النضالي لحافظون. رحمك الله وأسكنك فسيح جنته مع الشهداء والصديقين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر.